السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام، وأسعد الله مساءكم بكل خير. أحييكم وأقدم إلى حضراتكم الموقف الإخباري من قناة النيل الأزرق. رحب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بتعيين الولايات المتحدة الأمريكية سفيرا لها لدى السودان بعد انقطاع استمر 25 عاما، وأكد لدى تسلمه بالقصر الجمهوري أوراق اعتماد سفير الولايات المتحدة الأمريكية الجديد لدى السودان السفير جون جودفري أهمية تطوير العلاقات بين الخرطوم وواشنطن، وتمنى أن يمثل تعيينه قوة دفع جديدة لمسيرة العلاقة بين البلدين. وأوضح السفير جون جودفري أن اعتماده سفيرا لبلاده لدى السودان بعد فراغ امتد 25 عاما يؤكد التزام الولايات المتحدة بتعزيز علاقاتها مع الشعب السوداني، وقال إنه يتوقع خلال المدى القريب تشكيل حكومة جديدة في السودان بقيادة مدنية ضمن سياق حوار وطني شامل يضم جميع الأطراف السودانية. أنا سعيد جدا ليكون السفير الأمريكي الجديد في السودان منذ أكثر من 25 سنة. أنا فرحان لفرصة عمل في السودان ولفرصة فهم السودان وثقافته وشعوبه بشكل أفضل. وصولي هون يعكس التزام الولايات المتحدة لتعزيز وتعميق العلاقات بين الشعب السوداني من جهة والشعب الأمريكي من جهة أخرى. نتمنى وصراحة نتوقع أن نرى على المدى القريب تأسيس حكومة جديدة بقيادة مدنية في سياق الحوار الشامل الذي يدعم جميع الأطراف السياسية السودانية بما في ذلك القوة الداعمة للديمقراطية. انضموا إلينا مشاهدينا عبر خط الهاتف الدكتور رشيد محمد إبراهيم الخبير في العلاقات الدولية عبر خط الهاتف. أهلا وسهلا بك دكتور رشيد، مساء الخير. مرحبا بك ومرحبا بكل مشاهدي ومتابعي قناة النيل الأزرق. الله يخليك. تقييمكم دكتور رشيد لهذه الخطوة تعيين سفير للولايات المتحدة الأمريكية بعد 25 عاما؟ نعم، هي خطوة مهمة وتعتبر نقلة وتغير في الموقف الأمريكي تجاه ما يحدث في السودان، ليس بمعيار الفترة التي قاربت 25 عام، ولكن التحول هذا يدلل على أن الولايات المتحدة بدأت تتعامل مع السودان كدولة وليس كنظام، لأن الفريق أو البرهان الذي قدم السفير أوراقه له هو ذات البرهان الذي رأس يعني الحكومة منذ العام 2019 وأمريكا، وهو سفير الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي يبحث عن المصالح الأمريكية في المنطقة. ولكن الظرف تغير، أمريكا واضح أنها في الفترات الفاتت كانت تراقب المشهد في السودان، هل سيمضي في اتجاه الفوضى أم اتجاه الاستقرار، والآن ربما هي قيمت تقييما أمنيا وسياسيا وخلصت إلى هذه النتيجة. كما أن التحولات أيضا على صعيد المشهد الدولي، الأزمة في شرق أوروبا، أوكرانيا، الملف النووي الإيراني، النزاع المتوقع في مضيق تايوان، كل هذا يدفع الولايات المتحدة في أن تبتدر صفحة جديدة. لفت نظري أيضا حديثه هو عن تطلع الولايات المتحدة إلى أن هنالك حكومة مدنية ستشكل، هذا يعني أنهم ليسوا مع طرف بالطرف. ولم يعملوا على إعادة القديم، وبالتالي هم يتطلعون إلى حكومة مدنية يتوافق عليها السودانيون. طيب دكتور رشيد، يعني البعض كان يتوقع أن تلعب واشنطن دورا أكبر من الذي لعبته بعد اندلاع الثورة السودانية في السودان، هل تعتقدون أن بتعيين سفير للولايات المتحدة ستتغير صورة أو يتغير نمط تعامل واشنطن مع الخرطوم؟ نعم، متوقع هذا، واختيار سفير معناه أن المصالح الأمريكية في السودان هي تحتاج أو تم ترفيعها، وهذا قدر رمزية، الوجود السفير هو رمزية على عظم وحجم القضايا. المشهد في الإقليم معقد كما ذكرت، ليبيا وما فيها من انفلاتات، وكذلك
هنالك انفجار متوقع في القرن الافريقي. الولايات المتحده فشلت يعني في مشروع جنوب السودان والحلم الذي يعني صار ازمه، يعني ايضا يجعل الولايات المتحده انها تعيد تقييم سياساتها الخارجيه، وبالتالي تتطلع لان يكون النموذج السوداني هو افضل من النماذج التي حدثت، وبالتالي هي تدعم استراتيجيه الاستقرار بوضوح. نعم، شكرا جزيلا، وهي مع خيارات الشعب السوداني واضح. اشكرك جزيل الشكر الدكتور الرشيد محمد ابراهيم الخبير في العلاقات الدوليه. ونواصل معكم مشاهدينا الموقف الإخباري. أشاد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالمستوى المتطور الذي تشهده العلاقات السودانية التركية في المجالات كافة، وجاء ذلك لدى استقباله بالقصر الجمهوري السفير التركي لدى السودان السفير عرفان نذير أوغلو لمناسبة انتهاء فترة عمله، وقلده وسام النيلين من الطبقة الأولى تقديرا لجهوده في تطوير العلاقات بين السودان وتركيا. وأكد السفير التركي أن استقرار السودان يمثل أولوية لدى تركيا، وأن رسالة بلاده الواضحة هي عدم التدخل في شؤون السودان الداخلية. في موضوع آخر، التقت المبادرة السودانية للترتيبات الدستورية التي يقودها الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بالآلية الثلاثية برئاسة المبعوث فولكر بيرتس، حيث تم تسليم رؤية المبادرة إلى الآلية. وتضم هذه المبادرة الاتحادية الديمقراطية الأصل الحزب الجمهوري، حزب البعث السوداني، مؤتمر البيجا القيادة الشرعية الوطني، الاتحادي البيجا التصحيحي، والمبادرة الوطنية، وعددا من القوى والتنظيمات الأخرى. وتهدف المبادرة لتوحيد أكبر مجموعة من القوى حول رؤية مشتركة لعمل ترتيبات دستورية تقود إلى استكمال المرحلة الانتقالية عبر حوار وطني جامع لا يستثني أحدا. أعلن الأمين العام لديوان الضرائب دكتور محمد علي مصطفى شرف الدين انطلاق فعاليات ورشة عمل تنظيم الإيرادات الضريبية مطلع الأسبوع القادم برعاية وزارة المالية. وأكد الأمين العام للضرائب أن مخرجات الورشة قابلة للتنفيذ لجهة أن المشاركين فيها هم من أصحاب الشأن، وقال إن الورشة ستناقش معوقات تنمية الإيرادات فضلا عن الدفع الإلكتروني وتوسعة المظلة الضريبية ورقمنة المعاملات الضريبية، وستناقش الرضاء الوظيفي. وقال الأمين العام لديوان الضرائب أنهم فتحوا آفاق التعاون مع اتحاد أصحاب العمل فيما يخص الكشف عن شركات القطاع الخاص المختلفة المتخلفة عن أداء الواجب الوطني. أجاز اجتماع الجمعية العمومية فوق العادة 31 لمساهمة البنك السعودي السوداني، والذي التأم اليوم بقاعة اتحاد المصارف، أجاز مشروع زيادة رأس المال من 2 مليون جنيه إلى 10 ملايين، وذلك تماشيا مع سياسة السودان الخاصة بإصلاح القطاع المصرفي وزيادة رأس مال المصارف من أجل إصلاح تشوهات القطاع المصرفي والمساهمة في تحسين الوضع الاقتصادي بالبلاد. كما كشف عن اتجاه البنك لفتح عدد من الأفرع بالمملكة العربية السعودية وبعض البلدان العربية. الحمد لله انعقدت الجمعية العمومية الفوق العادة رقم 31 للبنك اليوم الخميس الموافق 1/9 لمناقشة التوصية المقدمة من مجلس الإدارة لزيادة رأس المال الإسمي من 2 مليار إلى 10 مليار. وبحمد الله تعالى تمت الموافقة بإجماع الحضور، وبيمثل 91.5% من مساهمين البنك بالإجماع بالموافقة وتفويض مجلس إدارة البنك لتكملة الإجراءات من تخصيص اكتتاب إلى آخره. سيرت مبادرة رجال الأعمال القافلة الثانية لدعم المتأثرين بالسيول والأمطار،
وقال قائد سلاح المدرعات اللواء الركن أحمد صالح عبود نيابة عن رئيس الأركان إن القافلة جاءت استجابة لنداء القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس السيادة ومخصصة لمنطقة المناقل بولاية الجزيرة. وتشمل القافلة مواد الغذاء والإيواء والدواء بمشاركة عدة شركات ومصانع من القطاعات المختلفة. وقدم اللواء عبود شكره لرجال الأعمال لمواصلة استجابتهم لدعم المتأثرين بالسيول والفيضانات. هذه الغافلة اللي إن شاء الله هتتوجه لمناطق اللي تأثرت بالسيول والفيضانات، ودي ما الغافلة الأولى، يمكن في غافلة كان ودع السيد رئيس الأركان، وحتتوالى الغوافل بإذن الله تعالى. وشكر كل الشكر للذين تنادوا وأسهموا كما أسلفت، لبوا نضال الوطن في دعم أخوانهم وأهلنا الطيبين المنكوبين، ويمكن هذه المسألة قد تخفف من أثار الله ما تعرضوا لهم من سيول وما تعرضوا لهم من خراب. يمكن ما بتشيل كل الوجع عليهم لكن بتخفف بالتأكيد. بالإنابة عن كل أصحاب الشركات المساهمة في الغوافل اللي هي يعني ده واجب عليهم، ومن المفترض إن شاء الله أن تتوالى القوافل دي القافلة الثانية. حنزور كل المناطق، سنار، المناقل، القاش، نهر النيل، النيل الأبيض إن شاء الله، وحتتوالى القوافل، وإن شاء الله نتمنى إنه السيول الأمطار تزول. افتتح الهلال الأحمر القطري مكتب السودان اليوم بتشريف سعادة سفير دولة قطر بالسودان عبد الرحمن بن علي الكبيسي ووالي ولاية كسلة خوجة لحمد عبد الله قافلة المساعدات الإنسانية التي يسيرها لإغاثة المتضررين من السيول والفيضان بولاية كسلة. وتستهدف القافلة توزيع أكثر من 50 طنا من المواد الغذائية لفائدة أكثر من 1000 أسرة متضررة من السيول والفيضانات في مناطق ومحلية ريف أروما وقراها. في موضوع آخر، شهد والي ولاية غرب دارفور ورئيس التحالف السوداني الفريق أول خميس عبد الله أبكر بقاعة الشارقة بالخرطوم شهد فعاليات ختام الدورة التدريبية 6 لمنسوبي التحالف والتي نظمها الصليب الأحمر الدولي بالتعاون مع التحالف. وأشاد والي غرب دارفور بدور الصليب الأحمر في تأهيل منسوبي قوات التحالف، خاصة فيما يتعلق بالتدريب على مفاهيم القانون الدولي وتعزيز مقدراتهم القانونية. الحلول ده إذا ما جات من الشباب دوامة بتاعة الحاجات اللي احنا شايفين هتستمر بهذا الشكل. لذلك احنا نشجع الشباب وشابات معا، واحنا تكلمنا برضو مع اخواننا في الصليب الأحمر قبل يوم، هم مستعدين يقدموا لنا خدمات أكبر من ذلك في الخرطوم وفي الولايات، واحنا هنطابق معاهم. فقط احنا نحسن سلوكنا بالمعرفة، وده احنا ما فقط في الخرطوم ولكن زي ما انا قلت في ولايات مختلفة، وفي نفس الوقت برضو ما الذكور وحده بل انما حتى بناتنا واخواتنا يجب انه برضو يتدربوا. احتفل مركز طيبة بريس الإعلامي بلجنة إعداد انتخابات نقابة الصحفيين التي جرت مؤخرا بحضور عميد الصحافة السودانية محجوب محمد صالح وممثلي قوائم الصحفيين ونقيب الصحفيين عبد المنعم أبو إدريس وعدد من الإعلاميين. وعبر محجوب محمد صالح عن سعادته بنجاح الانتخابات بمصداقية وحسن التنظيم، وعد هذه التجربة خطوة في طريق إصلاح الديمقراطية بالبلاد، بينما أكد الحضور أن انتخابات الصحفيين تمرين ديمقراطي مهم في سبيل الحكم المدني والانتقال الديمقراطي. أنتم
تجتمعون هذا المساء من حقكم أن تفخروا بما فعلتم وأن تتطلعوا إلى مستقبل باهر وإلى عمل دؤوب من أجل إنقاذ الموقف في السودان ومن أجل إصلاح مسار الديمقراطية الذي تعثر. لكننا لا نفقد الأمل وظلنا نعيش له عبر كل المنعطفات في تاريخنا السياسي. أنا بفتكر أنه النصر اللي حققوه الصحفيين والصحفيات السودانيين هو هدية لكل القطاعات المهنية، أنه هذا هو الطريق. زي ما قالت زميلتنا مهندسة جات بالليل قالت لنا والله أحسن حاجة عملتوها إنتوا قشيتوا الدرب، بعدين إحنا ما عندنا طريقة غير نمشي في الدرب ذا. فلذلك يعني ده الطريق لكل النقابات المهنية، وعودة النقابات المهنية هو واحدة من الركائز اللي ممكن تقود بلدنا نحو التحول المدني الديمقراطي. في إطار الاحتفال بذكرى موقعة كرري وتحت شعار المهدية حججها وأدلتها، افتتحت اللجنة القومية للمؤتمر العالمي للدعوة المهدية بالتعاون مع كلية الإمام الهادي مركز الإمام عبد الرحمن للتراث والدراسات السودانية كتاب الأدلة القطعية والعقلية في صدق المهدي والدعوة المهدية لمؤلفه الدكتور محمد مضوي مخاوي. وأشاد الدكتور الصادق الهادي المهدي بجهود المؤلف وأدلته القطعية والعقلية في إعداد الكتاب، وعقب على الكتاب عدد من الخبراء والكتاب. وبذلك نحن إن شاء الله عبر هذه اللجنة القومية سوف نفتح هذه الملفات بحجج علمية بحثية أكاديمية تسندها الوثائق والأدلة من الكتاب والسنة والفقهاء والعلماء حتى نأتي حتى تكون لهذه الدعوة أو الثورة المهدية نعطيها حقها الحقيقي. نهاية الموقف الإخباري مشاهدينا قدمته إلى حضراتكم من قناة النيل الأزرق، أشكركم على طيب المتابعة، تحياتي وفريق العمل، ودمتم بخير، إلى اللقاء.